البلاد اليوم في عدد جديد طيب الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الذي سنفحص فيه خلفيات وأبعاد التقارب الاقتصادي بين الجزائر ودول الخليج العربي في ظل النشاط الدبلوماسي المكتف بين الطرفين ونطرح في برنامجنا التساؤل التالي هل يمكن لدول الخليج العربي ان تكون بديلا اقتصاديا للجزائر في سبيل الخروج من هذه الازمه الماليه والاقتصاديه على خلفيه تواصل تدني اسعار النفط في السوق الدوليه، هو موضوع سنناقشه اليوم رفقه ضيفي الكريمين. الدكتور العربي غويني استاذ العلوم الاقتصاديه اهلا وسهلا بك دكتور شكرا على تلبيه الدعوه ومرحبا بك اهلا وسهلا بك مرحبا بك استاذ كما اسعد ايضا واتشرف باستضافه الاستاذ الطاهر سكين القيادي في جبهه التغيير الامين الوطني المكلف بالاقتصاد والتنميه مرحبا بك استاذ طاهر شكرا على تلبيه الدعوه شكرا على دعوتكم ومرحبا بضيفك الكريم مرحبا بك استاذ طاهر دكتور العربي غويني ابدا معك النقاش في الجزء الاول من البرنامج بهذا السؤال. هناك تقارب ملحوظ في الاونه الاخيره بين الجزائر وبعض دول الخليج العربي زياره الوزير الاول عبد الملك سلال الى بعض الدول كان على راسها نشاطه المهم في السعوديه. الرئيس رئيس الجمهوريه يستقبل مؤخرا رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه في دوله الامارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان البعض يقول يتساءل عن خلفيه هذا النشاط الاقتصادي هذا النشاط الدبلوماسي والاقتصادي المكثف بين الجزائر ودول الخليج الى اي شيء والى اي بعد في نظرك انت يعني تعيد ذلك هل الامر يتعلق ب محاوله الجزائر لتغيير بوصلتها الاقتصاديه نحو دول الخليج ام ان الامر يبقى محصورا في ملف ازمه النفط التي تبقى مستمره لحد الساعه. اذا اشكرك اخي على الاستضافه وكذلك اختيارك لاختيارك هذا الموضوع في حقيقه الامر هذا الموضوع لم يعالج من قبل. وهو حق موضوع حساس جدا لما نتحدث عن التقارب العربي عربي من الصعب ان يفتح مثل هذه المواضيع في الفترات السابقه الان في اعتقادنا ان الظرف الحالي الظرف السياسي الاقليمي الدولي فرض معطيات جديده هذه المعطيات جعلت انه جعلت ان يكون هناك تقارب اقتصادي بين الجزائر ودول الخليج اذا اردنا ان نحلل هذه الظاهره او نحلل هذه العلاقه بين دول الخليج والجزائر ينبغي ان نعطي ان نسمي او نطرح بعض الطروحات في هذه القضيه اولا ان هناك علاقه اقتصاديه كانت قائمه بين الامارات العربيه المتحده والجزائر منذ 1999 بمجيء السيد الرئيس الى الى, إلى, إلى سده الحكم لكن تدخلت عوامل عديده عطلت بعض المشاريع لكن كان هناك كانت هناك علاقه وطيده حميميه بين الجزائر والامارات العربيه المتحده اما إذا ح... علاقه حميميه ولكن مش قراتيه جزد... مش اقتصاديه اقتصاديه وليست لكن بعد الاحداث الاخيره وموقف الموقف الجزائر الثابت في القضايا في القضايا العربيه وفي القضايا الاقليميه والدوليه خاصه مع موجه الربيع العربي الربيع العربي هذا أف... اعطى بعدا واعطى احتراما للجزائر دون مجامله ولا ننسى كذلك نقطه مهمه جدا لابد ان نطرحها في في هذا السياق ان الدبلوماسيه الجزائريه لعبت دورا كبيرا في هذا التقارب لعبت الدبلوماسيه الجزائريه دورا مهمه في اجتماع الطاقه لا أحد يستطيع أن ينكر أن للدبلوماسية الجزائرية دورا كبيرا في اجتماع الطاقة الذي توج باتفاق ما يسمى باتفاق الجزائر. تقصد اجتماع الجزائر؟ الجزائر, واخر. الجزائر. واخر. نعم. النقطة النقطة الأخرى أن الدبلوماسية الجزائرية معناها إذا أردنا أن نقول السيد الرئيس الجمهورية يعتبر مدرسة في الدبلوماسية في الدبلوماسية معناها لا أحد يستطيع أن ينكر ان اننا نملك دبلوماسيه قويه جدا بتوجيهات السيد الرئيس الان المعطيات قبل اشهر كانت هناك علاقه بارده بل علاقات بارده بين الجزائر والسعوديه نعم. اذا انقلبت الامور اصبحت السعوديه تلح على ضروره اقامه علاقات اقتصاديه ومع مع دوله مع الجزائر اذا الوضع الراهن والمتغيرات المستجدات العالمية والإقليمية فرضت على دول الخليج أن تتعامل مع الجزائر إما بحثا عن فرص الاستثمار وإما بحثا كذلك على توضيد العلاقة التي وأن أن... أيضا عن مخارج سياسية أخرى بطبيعة الحال. خاصة أن بعض هذه البلدان تعاني من أزمات دبلوماسية على الصعيد الدولي وعلى رأس هذه الدول السعودية خاصة بطبيعة الحال نعم. إذا وجدت أن... أن هناك عرضية أن هناك فرص مواتية لإعادة يعني الدكتور إذا فهمت من كلامك الدكتور العربي غويني نحن الآن بصدد التحول أو الانتقال من مرحلة الحميمية في العلاقات إلى مرحلة تجسيد الاقتصاد والمرحلة البراغماتية بطبيعة الحال ومن هنا أنطلق إلى الأستاذ الطاهر السكي نحن الآن كما جاء في حديث الدكتور العربي غويني نحن الآن نبحث عن مصالح نريد أن نجسد علاقاتنا مع دول الخليج العربي على أسس اقتصادية براغماتية منفعية بالدرجة الأولى السؤال الذي يفرض يفرض نفسه في هذا السياق ماذا يمكن للجزائر في محنتها الاقتصادية الحالية في أزمتها الحالية في أزمة النفط الحالية أن تستفيد من دول الخليج العربي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله شكرا أستاذ مرحبا استضافتك لنا في هذا الموضوع الشيق والذي تمنيناه أن تكون هذه المبادرات ليس اليوم ولكن لانه يعني تاريخ الخليج العربي وشمال افريقيا او العالم الاسلامي تاريخ يعني ليس وليد اليوم او امس ولكن وليد يعني قرون من الزمن ولكن انا قبل ان اتكلم على يعني الاسباب التي دفعت انا ارى بدرجه الاولى الخليج الى فتح ابواب اخرى وليس الجزائر. اتكلم عن الاسباب اللي في السابق كانت مانع من ان ان تكون هناك علاقات اقتصاديه وحتى فطور سياسي ما بين الجزائر والخليج العربي او مجلس تعاون دول تعاون كما يحلو لهم تسميته. يعني انا ارى انه في السابق لأن الجزائر بعد يعني بعد الاستقلال او خرجنا من من نظام من كانت الجزائر في قطب يسمى قطب قطب واسمه روسيا الاشتراكي العكس الذي كانت تقيم فيه هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي وكانت في قطب اخر وهو القطب الغربي كذلك الانظمه نظام الذي انتاجته الجزائر نظام جمهوري مثلا ونظام ملكي, ملكي, نعم. ملكي. نعم. نظن هذا كان سبب كذلك من من لي كان يبعد كذلك عدم توافق الرؤى على مستوى جامعه الدول العربيه ما كانش هناك توافق كبير بين الجزائر بخصوص عديد القضايا التي عديد القضايا في التي كانت وفي معظم وعليم. الاحيان كنا نرى أن الجزائر كانت لديها يعني آآ آآ ظهر بعد هذا بان الجزائر كانت لديها نظره استراتيجيه واستشرافيه ودبلوماسيه واستشرافيه احسن هذا كله جعل انه كان هناك فطور سياسي وفطور اقتصادي اليوم بعد وكذلك وبعد اليوم بعد ان خرجت انه الدول مجلس التعاون مع الظروف الاقليميه والعالميه وخاصه ظهور يعني خطاب غربي وعلى راسه امريكي يعني خطاب آه من اللوم الى الهجوم على جو على مجلس التعاون الخليجي درجة الاولى اجعل انه بوصله الخليج يجب ان تتغير كذلك ما مواقف الجزائر مواقف الجزائر مواقف ثابته. استاذ طه، ماذا يمكن للجزائر اقتصاديا نتكلم، يعني بزنس نتكلم، ماذا يمكننا نحن كدوله على خلفيه المعطيات الوارده في المشهد الاقتصادي الجزائري ان نستفيد من دول الخليج حاليا؟ فيما يمكن او سؤال بطريقه اخرى، فيما يمكن لهذه الدول ان تعين الجزائر او ان تقدم خدمات اقتصاديه للجزائر او شراكه اقتصاديه قويه للجزائر؟ نعم انا اوافقك قضيه الشراكه ولكن ان تقدم اعانه للجزائر نحن لسنا دوله ضعيفه لا لا اقتصادي بالمفهوم المعنوي لا المعنوي نعم انا حتى اجيب يعني حتى سياسيا يعني أنه يعني لانه مواقف الاقتصاديه وتبنى مع مواقف سياسيه نعم. احنا اليوم ليست الجزائر نعم الجزائر تمر الان بمرحله اقتصاديه صعبه لانه لم تكون لدينا نظرة استشرافية حقيقية من أجل إدارة البحبوحة المالية اللي كانت وهذا تكلمنا عليه كثيرا مش ما نبقاوش الآن الجزائر البحبوحة المالية استطاعت أن رغم أنها ما قدرش تحسن مستوى المستوى المعيشي للمواطن الجزائري الذي كان يتمناه ولكن قدرت رغم هذا باش يكونوا منصفين أنها قدرت توضع هياكل قاعدية يبنى من خلالها اقتصاد في المستقبل نعم. أنا أرى بلي بعض من بين النقاط قلت هذه المواقف المتغيرة كذلك الجزائر موقفها ثابت الدول دول التعاون صرفت أموال واستثمرت في بعض الدول العربية التي كانت صديقة وقريبة أكثر لها من الجزائر لسبب مواقف سياسية وبنات عليها مواقف اقتصادية واستثمارات وإعانات ولكن ظهر بعد بعد يعني مده قصيره أن هناك حتى الدول العربيه اللي انقلبت على على مواقفها لانه احنا بقى موقفنا رغم اننا ما شاركناش في مع مع المجلس التعاون على والمملكه العربيه السعوديه التي نكن لها كل احترام وتقدير في الاول ولكن بعد رات ان هناك مواقف جزائريه حقيقيه طيب. يجب ان تكون انا نقول باللي الان لازم تكون براغماتيه وكذلك الجزائر لا نتعامل لا رغم انه كنا احنا براغماتيين اكثر منهم في السابق هما كانوا يبنيوا على ايديولوجيات اه ولكن احنا اليوم نضمن باللي مستقبل اللي لازم ندعيوا ليه ولازم ندعموه هو هذا التقارب لازم طيب ندعيوا ليه وندعموه دكتور له. العربي غويني البعض يعطي حكما ان جاز التعبير يعطي انطباعا سلبيا على هذا التقارب الجزائري مع دول الخليج يقول لك يعني ما يمشيش بعيد على خلفيه واحده لاننا لا يمكن ان نفصل بين الاقتصادي وبين السياسه. بمعنى اخر عندما ننظر الى خريطه العلاقات العربيه نجدها في احسن الاحوال متشنجه بل في بعض الاحيان قريبة من التصادم على خلفية ملفات مطروحة الآن في البلدان العربية ما حصل في الربيع العربي إلى أي مدى يمكن لهذا التشنج في العلاقات خاصة على مستوى دول الخليج لأن المواقف دول الخليج حيال مثلا أزمة الربيع العربي ليست مواقف متوافقة ليست مواقف متشابهة مصالح مختلفة إلى أي مدى تؤثر يؤثر هذا التشنج في العلاقات على التقارب الجزائري الخليجي شوف الان لما نشخص العلاقات الاقتصاديه بين بين الجزائر وبين دول الخليج عبر التاريخ الان دول الخليج ايقنت ان الجزائر لا لا يتم مساومتها في بعض في في الكثير من القضايا دبلوماسيه نعم. دبلوماسيه النقطه الثانيه التي اؤكد عليها قوه دبلوماسيتنا هي التي فرضت منطقه التفاوض ومنطقه التقارب بين الجزائر ودول الخليج قوه الدبلوماسيه تاعنا قوة الدبلوماسيه ام ضعف الموقف خاصه الموقف السعودي حي المجموع في الساحه في الساحه الاقليميه والدوليه خاصه في الجزئية المتعلقة بتوتر العلاقات بين السعودية والأمريكية في الأخر مقابل ذلك هناك تقارب كبير بين أمريكا وإيران وهذا ممكن ما أقلق الرياض بشكل كبير في السنة, في السنة الأخيرة شوف دعني أقول لك كلمة أن أن المنطق الذي فرض نفسه هو من منطلق قوة الدبلوماسية الجزائرية نعم. وليس لأن لو لو كان هناك ما ما يفعل تم فعله على الجزائر في في ثورات الربيع من من بعض الدول الخليجيه التي كانت تدعم ثورة الربيع، لكن قوه الدبلوماسيه التي احالت دون ذلك. الان دعني اتطرق الى المواضيع الاقتصاديه البحته، ماذا نعم. ماذا يمكن ان نستفيد نحن من الدول دول الخليج؟ وماذا نعم. وماذا يمكن لدول الخليج ان تستفيد؟ اقول لك ان دول الخليج المعطيات تغيرت. الان لما تشوف انت مثلا تتابع تاريخ الاقتصادي تاريخ الاقتصاد للامارات العربيه المتحده تجدها ان الامارات العربيه المتحده تتخذ المواقف مبنيه على الاقتصاد وتتبنى منطقه منطق الربح ربح الدول الخليج لما تجيك الى الجزائر من بينها الامارات العربيه او قطر ليس لمساعده الجزائر أو إعانة الجزائر بل تبحث على تحقيق مآربها لأن ماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي أو المناخ الأعمال يعني أسميك أعطي المصطلحات الاقتصادية مناخ الأعمال ومناخ الاستثمار في الجزائر أكثر اكثر ملائمه من مصر ومن غير من بعض الدول العربيه وهناك اموال طائله لدى لدى, لدى الخليج تخيل معي ان لما تشوف اخر احصائيات لبعض المنظمات الدوليه دول الخليج مو دول الخليج تترتب في المرتبه الاولى بعيدا عن دول المغرب العربي وبعيدا عن دول المشرق العربي من حيث استقطابها للاستثمارات الاجنبيه او حتى من حيث الاموال او الاستثمارات الصادره الى دول دول العالم وبالتالي معناها هناك اموال في الخليج يراد لها ان تستثمر في بقاع العالم من بين هذه البقاع وجدوا ان يمكن ان تستثمر هذه الاموال في الجزائر مع التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار وكذلك مع التحسين هناك تحسن لمناخ الاعمال وبعض المؤشرات الاقتصاديه الان لما نقول لك انا الان الامارات الان تنوي انشاء بعض المصانع هل من اجل دعم الاقتصاد الجزائري او دعم الدوله او من اجل كذلك البحث عن استثمار الاموال؟ نعم. نفس الشيء بالنسبه السعودية. السعودية للسعوديه، السعوديه الان تغيرت بعض المعطيات السعوديه، السعوديه الان وجدت نفسها لوحدها خاصه ما خسرته خزينه خزينه الدوله السعوديه من خلال خلال الحرب اليمنية تحملت عبئا كبيرا على خزير. وايضا تبقى مهدده بعد صدور القانون الامريكي الذي يدينها في هجمات بطبيعه الحال اذا الان هناك أنتصر. هناك تقارب خليجي جزائري من أ... ثم النقطه الاخرى المهمه جدا وجدوا ان المعبر لدول افريقيا لابد ان يتم عن طريق الجزائر الجزائر نعم وبالتالي معناها هناك اراده هناك دفع نحو دفع العلاقات العربيه العربيه لان شوف في عبر التاريخ نعطيكم معطيات واحصائيات الاستثمارات البينيه بين لما نقول لك استثمارات العربيه البينيه او التجاره العربيه البينيه من اضعف النسب عبر التاريخ تجد ان اموال بالالاف المليارات بالـ بالـ تستثمر في 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 اوروبا، لما تشوف انت مثلا حجم الاستثمارات العربيه المتحده الامارات العربيه المتحده في الخليج فاق كل التوقعات. اذا لماذا لا يتم تهيئه المناخ واستقطاب هذه الاموال ومن العربيه ومن الجزائر تنتقل الى ممكن الى بلدان إفريقية اخرى وهم عشان. يبحثون على ذلك نعم، استاذ الطاهر سكين الدكتور العربي غويني يبدو متفائلا عكس الدكتور العربي غويني عندي سؤال مش متشائم ولكن في اتجاه اخر. طيب البعض يقول لك يا سيدي المناخ يعني هناك رغبه تبديها تبديها دول الخليج من اجل تدوير بوصلتها نحو الجزائر، هذا شيء ظاهر. كما ان للجزائر ايضا مصلحه في استقطاب هذه الدول وهذه الاستثمارات الخليجية وهذا شيء براغماتي ونفعي بالنسبة للجزائر ولكن البعض يطرح التساؤل كيف يمكن للجزائر التي فشلت في استقطاب متعاملين اقتصاديين أوروبيين أن تنجح في استقطاب نظرائهم الخليجيين علما أن الجزائر يعني داخليا نتكلم عن نظام مصرفي يعوق ويعرقل اي تقدم لنشاط الاستثمار ايا كان نوعه وايا كان شكله نتكلم ممكن عن نظام جمركي ايضا ما زال في طور التعديل والتغيير يعني هناك عدنا معوقات في الجانب الاستثمار كيف يمكن الجزائر ان تديب كل هذه المعوقات وان تزيلها وان تستقطب المستثمر الخليجي شكرا الان الان قبل ما نذهب الى الاستثمارات الخارجيه في الجزائر او الاستثمارات الجزائريه في الخارج ولما لا؟ لن نتكلم الا على استقطاب رؤوس اموال خارجيه الى الجزائر، نعم احنا في حاجه الى استقطابات استقطاب استثمارات على الارض وليس تبادلات تجارية لانه الان احنا نتكلموا في اللي وبين المجلس التعاون الخليجي اكثر منه تبادلات تجاريه وفي حالات يعني هو اعاده تصدير اكثر منه استثمارات العرض الا مثلا دوله قطر التي الوحيده التي التي نعم. استثمرت ورغم استثماراتها اكبر مما استثمرته اوروبا جميعها في الجزائر يعني. قطر استثمارات قطر عادل يعني كل استثمارات يعني اوروبا استثمارات وهذا وهذا قطر الان الموجوده في الجزائر حوالي 1.7 مليار دولار يعني في في خاصة مصنع بلارة في في يعني مصنع الحديد والصلب في جيجي. جيجي. نعم هناك ثاني استثمارات في الذهب في هناك استثمارات مع أريدوا حتى شراكة نعم أريدوا ثاني نعم. نعم. أنا ما نحبش نتكلموا ثاني يعني شراكة شراكة مع مصفاد. نعم شراكة مع, مع شركة أخرى في الذهب في في تمرسة شركة في يعني شركة خير شركة. حب تقول لي خير يعني أنا لي لي أرى نعم. أننا اللي لجب المايون. لنا المايونيز هذه هي نعم استثمارات حتى الاستثمارات الاخرى الاوروبيه يعني ما رقتش الى وكذلك بنسبه ان نسبه ادماج نسبه ادماج اللي ما تتعداش 10% هذه استثمارات احنا 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 ماناش باش ندفعوا باستثماراتنا ضد يعني سامحني الاستاذ الفاضل على اننا من مكان الى مكان احنا نكونوا براغماتيين نعم. اذا كانت هناك أينا استثمارات اين أي اينها كانت المصلحه فثم نكون, نكون يعني تكون هذا هو الفائده الكبيره وليس ان ناخذوا مواقف سياسيه قال عندي اختلاف مع اوروبا ولا مع فرنسا ولا مع دوله معينه في مواقف سياسيه يعني ان نساومها بطريقه واحده اخرى تجي الى مكان اخر ولكننا نكتب اللي لازم نكون تكون عندنا هناك يعني براغماتيه حقيقيه اقتصاديه المواقف السياسيه نعم والدبلوماسيه نعم لم نشكك في دبلوماسيه الجزائر رغم انها آه رغم اننا يعني حتى داخليا تمنينا باللي حتى التغيير يكون يكون داخلي وخارجي يعني الاستثمارات حتى الداخليه لانه حتى بعض الجزائريين راهم يهربوا من الجزائر لمناخ الاستثمار والتضييق وعدم عدم اعطاء الاستثمار يعني نقاط الاستثمار الحقيقة عدم اعطائه اهميه وانا يعني من خلال يعني زياره الوزير الاول الى المملكه العربيه السعوديه وما دار حوله يعني في كانت ما بين النقاط العائقه من عوائق الاستثمارات هي هي قاعده 5149 أو نعم يعني باش يكونوا صراحة هذه كانت من العوائق اللي طرحوها يعني بشده متحفظين المستثمرين عليها. متحفظين, متحفظين عليها. المستثمرين او الدوله السعوديه من النقاط اللي كذلك ولكن زالت في قانون الاستثمار الجديد زالت يعني تم الحاقها بقانون الماليه واصبحت فقط يعني تعني فقط بعض القطاعات الاستراتيجيه حتى نعم. حتى قانون الماليه مازال مشروع قانون الماليه نعم. لم تم يعني عليه من, من من النقاط كذلك احنا الجزائر احنا ونبحثوا نبحث على الاستثمارات براغماتيه احنا مع استثمارات ان اوروبا تكون عندها ولكن تكون عندها استثمارات بدون مساومات هذه وحده ثانيا تكون استثمارات حقيقيه وليس استثمارات وهميه كما قلت جيب لي انت مصنع تاع المايونيز وتقول لي استثمارات كذلك نطالب نطلب من دول مجلس التعاون الخليجي ليس يعني ذر الرماد او توجيه البوصله رغم اننا نحب نحبذها اكثر من 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 دول اخرى نتمنى ان يكون تقارب لانه التقارب الذي يجمع بيننا اكثر مما يفرق تقارب لغوي ديني ثقافي ديني تقافي تاريخي, ما. اكثر مما جمع الاوروبيين في اتحاد اوروبي كبير لما لا يكون لانه حتى تمنيناه تكون في الجامعه العربيه تلعب دور اكبر في هذا في التعاونات التبادلات التجاريه والاقتصاديه رغم انه الجزائر آه مضأت على يعني آه يعني التبادل التجاري العربي الحر ولكن واش ربحنا احنا نعاودوا حساباتنا نعم. ماذا ربحت الجزائر بامضائها في 2009؟ منذ 2001 وهي تنتظر تمضي في 2009 ماذا ربحنا؟ بعد بالعكس باللي الواردات للجزائر ضعفت <applause> والصادرات تاع الجزائر قلت يعني سأعود اليك وكي الان تبادلات لو كان تسمح لي في هذه الو... <applause> تبادلات تجاريه بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه يعني لا تقريبا 700 مليون دولار سنويا مقابل 7 مليون دولار اللي تروح من الجزائر يعني هذه فرق كبير فرق كبير لازم نفكروا كثير دكتور الدكتور العربي غويري نعرف يعني اتمنى أن تكون اجابتك ان وقت الاول انتهى في ثلاث دقائق او دقيقتين نعرف ان دول الخليج العربي يعني النظريه الاقتصاديه اللي تمشوا عليها نظريه براغماتيه هم اغلبهم خريجي المدرسه الامريكيه لا يؤمنون فقط بالمصالح لو يعني نجاح الجزائر مع في استثماراتها وفي تقاربها الاقتصادي مع دول الخليج يجب ان يبنى على المصلحه هناك السؤال ماذا يمكن للجزائر ان تقدمه لدول الخليج الان كما قلت اقتصاديا بطبيعه الحال الان الجزائر ينبغي ان تلعب دورا مهما وتهيئ اكثر الفرص للاستثمار لدول الخليج الان على الجزائر الان 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 لابد كذلك ان نفتح ملف اخر ماذا يمكن للجزائر هل تستطيع الجزائر أن تحسن أكثر مناخ الأعمال ومناخ الاستثمار حتى تعمل لا. على نعم لا نتكلم لأ... عليها يعني الحال نعم. الآن هناك بعض الإشكال الإشكالات ما زالت قائمة ما زلنا نتحدث... في دول خارج عندهم عندهم حكومات إلكترونية طبعا ما زال لابد أن نتحدث على ضرورة إصلاح البنى التحتية البنى نعم. تحت... التحتية منظومه مصرفيه نعم. لابد كذلك ان نتحدث عن النظام الجمركي النظام الجمركي المنظومه الجمركيه الجباية الجباية نعم. أه يعني تحويل رؤوس الاموال تحويل رؤوس الاموال هناك عدة قضايا ما زالت قائمة بذاتها ينبغي ورشاق هما إذا بطبيعة الحال إذا هل نحن نملك القدرة الآن نحن الآن نتحدث معي أن في 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 آخر اجتماع الوزير الأول مع مع الولاة تم طرح مسألة معناها مسألة معقدة قال لك الوالي في بتصريح الولاة قال لك ما عندناش القدرة على فك او على حل مشكلة العقار لان مشكل العقار بيد قالك بيد العداله والقضيه في العداله تاخذ وقت اذا مثل مثل هذه المشاكل ينبغي ان لا تطرح هذا المستثمر الاجنبي يجي أه كنا نتحدث قبل الدخول الى 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 الحصه نتحدث عن المشكل الشون تاع ما كانش الشو نعم. هذا عيب يطرح التغطيه, التغطية كاين امور الانترنت خلاص ما نعم. بقاتش تطرح نعم. الان هل نحن فعلا آه في في مستوى الحدث في مستوى التحدي عندنا قادرين باش نوفروا لدول الخليج الاستثمار في الجزائر ام تبقى انه المستثمر الخليجي يجي هنا يدور 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 ومن بعد يمشي يقول لك كا ما كانش فيه يعني نبقى توأمه اداريه و... يعني, وكذ... يعني... وك... والكثير من المشاريع تعطلت وجهدت في, في, في مهدها نعم نعم اذا ينبغي ان يعد النظر في مثل هذه الدكتور العربي غويني سنواصل نقاشنا نعم مع الاستاذ طاهر سكين لكن في الجزء الثاني مشاهدينا الكرام ننهي معكم الجزء الأول من برنامجكم البلاد اليوم فاصل إشاري قصير ثم نواصل عودة مجددة مشاهدينا الكرام مرحبا بكم إلى الجزء الثاني من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصص حلقته اليوم لمناقشه التقارب الاقتصادي بين الجزائر ودول الخليج العربي موضوع نناقشه رفقه ضيفي في الاستوديو الدكتور العربي غويني استاذ العلوم الاقتصاديه اهلا وسهلا بك مره اخرى استاذ كما اتشرف ايضا باستضافه الاستاذ طاهر سكين القيادي في جبهه التغيير مرحبا بك مره اخرى استاذ طاهر سكين سأبدأ معك الجزء الثاني من البرنامج بهذا السؤال ونحن نحاول ان نفحص ان نقيم هذا التقارب الاقتصادي ونبحث عن مآلات نجاح هذا التقارب المفيد بالنسبه للجزائر هناك البعض يتساءل يتساءل بغرابه يقول لك يعني كما يقول المثل الجزائري اللي ما جابتوش العروسه ما تجيبوش يماها يعني الجزائر فشلت في بناء علاقات اقتصاديه قويه مع جيرانها في المغرب العربي يعني لاسباب ولاعتبارات ولخلفيات عديده فهل يمكن لها ان تنجح في اقامه جسر اقتصادي استثماري مع دول الخليج العربي كيف ذلك؟ شكرا بدايه الجزائر ليس لديها لم تقطع تبادلاتها الاقتصاديه مع المغرب العربي هناك تبادلات فقط تبادلات هناك تبادلات اقتصاديه مش شراكه يعني. استثماريه طبيعة. ما فيش هناك شراكه كبيره ولكن يبقى التبادلات كاينه حتى كذلك مع مجلس التعاون الخليجي ما كانش هناك استثمارات كبيره كما قلنا باستثناء قطر كذلك في الوسم. ثقاف احنا الان المغرب العربي لعله تقارب الخليجي نظن بلي التقارب الخليجي اللي كان في بعض الاوقات سبب حتى مش نقولوش سبب كبير ولكن كانت عنده لمسه في, آه في 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 يعني عدم تقارب الكبير بين جميع دول المغرب العربي ليس كل الدول ولكن بعض يعني نشوفوا بلي بعض الدول تاع المغرب العربي كانت هناك آه التقارب مع مجلس التعاون الخليجي اثر على علاقتنا بالجزائر لان التقارب من جديد الجزائري الخليجي ياثر على آه تقارب المغرب العربي وحنا نعلم بأن المغرب العربي كتلة يعني هناك تقريبا 30% من العرب موجودين في المغرب العربي، واكثر من مليات مليون نسمه يعني اكثر سوق واعده وهذا كذلك اللي حبيت نتكلم عليه من قبل انه مجلس التعاون الخليجي يعلم بان الجزء بني المغرب العربي وافريقيا وحتى اوروبا في الجهه المقابله مش بعيده علينا. هذا المكان الاستراتيجي اللي ثاني كذلك اللي يدفع التقارب هذا اللي هما يفكروا انه افريقيا حتى اوروبا ننظيف واش قال الدكتور نعم افريقيا بو وكذلك الجزائر بو يعني امام اوروبا اذا كانت هناك استثمارات حقيقيه في الارض وكان منتوج يعني تنافسي حتى تقدر تغزي اوروبا لانه اليد العامله الجزائريه والمكان الجزائر يعني تقريبا على مدار السنه هناك مناخ مساعد جزائر مليون و 400 ألف كيلومتر مربع اكبر دوله الان في, في افريقيا كل هذه الاجواء مساعده انا نظن بلي انا معك الاستقرار معاك. ايضا الاستقرار الامني الامني هذا نعم. هو الاستقرار الامني في الجزائر نعم. كذلك دور رهين. الجزائر ودور الجزائر اللي لعبته في حتى امننا يكثر خير الجيش الوطني الشعبي امن الجزائر وامن حتى بعض الجيران تاع الجزائر لعب دور كبير رغم ان عقيده الجيش الجزائري عدم تدخل عدم نعم. تدخل وهذا اللي طرحنا حتى على مجلس التعاون الخليج اني الخلاف اللي كانت ما بين نقاط الخلاف اللي بينا العقيدة الشي... انه العقيدة الجزائر بدليل ان اليمن آه اليمن كانت نقطة خلاف بين السعودية والجزائر, والجزائر و اليمن و هذا وهذا نعم. اللي احنا احنا قلنا باللي هذا راك تشوف دور دبلوماسي ودور امني كذلك على في, في مستوى المنطقة اللي قدر يأمن الجزائر وهذا ما بين النقاط كذلك احنا نتمنى انه هياكل المجلس المغرب العربي انها تعود الى النشاط التبادل التجاري التجاري الحر رفع بعض القيود حتى واسمو الاخر دو بريفيرونسيال بين بين الدول الاخر يعني نتمناو احنا انه الجزائر ما تنتظرش من الاخرين تبادر حتى ولو كاين بعض الدول ما بادرتش وبعض الدول بالك متزمته في قراراتها ولكن احنا نتمنى من الجزائر كيما لعب الدول دور دبلوماسي كبير في المغرب العربي في بعض الدول المغرب العربي او خارج المغرب العربي نتمناه انها تلعب وتبادر هي اكثر ما تنتظرش الاخرين يبادرون لانه الاقتصاد براغماتي براغماتي كم كم مصلحي, مصلحي يعني. كم استطيع ان اخذ كم أص... أحسن نعم نعم يعني وافترض أيضا نتمنى الجزائر تاخذ دور المبادره نعم. كما اخذت دبلوماسيا تاخذ كذلك طيب. اقتصاديا دكتور غويني نحن الان نتكلم في الجزائر نتكلم عن الاقتصاد البديل عندما نتكلم عن الاقتصاد البديل نتكلم عن قطاعات اخرى خارج قطاع المحروقات والبترول التي الذي اكد يعني محدود... محدود... محدوديته في تفعيل الاقتصاد الوطني في حال ما اسعار النفط انخفضت وهذه حاله الجزائر الان مثلا الامارات الامارات يعني اعطت مثالا تعتبر نموذجا ايجابيا فيما يتعلق بتنويع تنويع مصادر التمويل فيما يخص تنويع الاستثمارات الامارات الان هي ممكن البلد العربي المتقدم في مجال الخدمات الاقتصاديه يعني عندها خارج قطاع المحروقات هي مثلا تحت المراتب كبيره في قطاع الخدمات الا يمكن للجزائر ان تستفيد من قطر ان تستفيد من الامارات في هذا المجال الجزائر تريد ان تفعل مثلا قطاع الخدمات ومشي قادر لحد الان لانها اعتادت الاعتماد على النفط فقط شوف الان بطبيعه الحال لما تتحدث انت عن الامارات العربيه المتحده نجد ان الامارات العربيه المتحده قبل 15 سنه او 20 سنه لم تكن تذكر في كقوة اقتصادية أو, تحتل المراتب الآن أصبحت بالعكس أصبحت الإمارات العربية المتحدة تنافس حتى الدول المتقدمة تنافس حتى بريطانيا في مسألة الخدمات الاقتصادية وحتى ميناء دبي مثلا الحال الآن أقول 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 أن وزير وزير الطاقة الإماراتي في العام الماضي قال بعد تدهور أسعار البترول قالوا نحن الآن نستطيع ان نوقف تصدير البترول. اكتفاء, اكتفاء يعني عندهم طاقات بديله، اقتصاد بديل عندهم سياحه عندهم سياحه تستثمر تستثمر بطبيعه الحال عندهم تعتبر ملتقى التجاره العالميه عبر الميناء دبي المعروف اذا خطوة خطوات جباره عملاقه نعم. عملاقه الان هل باستطاعتنا هل السؤال الذي يب... ينبغي ان نطرح هل باستطاعتنا ان نطبق هذا النموذج او نحذو نحذو خطوات ماشي عيب دكتور العربي ماشي عيب ماشي عيب ما عندناش عقده في المناخ يكون عندنا عقده في انا نقول لك شوف عندنا اقول لك اننا نملك الامكانات الماديه والبشريه ما يؤهلنا لسنوات قادمه ان نكون احسن بكثير من الامارات العربيه المتحده لكن هناك إشكال هناك عدة فراغات عدة مشاكل نعانيها اليوم الآن لماذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح لماذا لم نستطع إلى حد الساعة في 2016 أن نحدث وثبة اقتصادية على لماذا قطاع القطاع السياحي معطل القطاع الصناعي كذلك الفلاح الفلاحي الفلاحي معطل الخدمات معطل لماذا هناك إشكال إذا مؤخرا عام او عامين بدات الحكومه تفكر فعليا بعد تدهور من من 14 جوان 2014 بعد تدهور اسعار البترول بدات الحكومه تفكر جليا في المساله هذه مساله تنويع الاقتصاد الجزائري الان اذا توفرت الاراده الحقيقيه والبناءه اذا استطعنا ان نطور بعض القطاعات نستطيع عندئذ أن ننوع الاقتصاد الجزائري لكن شريطة الآن الأخ أخي الكريم عندما يجتمع مثلا الوزير الداخلي أو الوزير الأول بالولات في مسألة تحقيق التنمية التنمية المحلية وتفعيل الاستثمار وتفعل الاستثمار أقول لك أن باستطاعتنا باستطاعات الولايات عبر 48 ولاية أن تعتمد على ذاتها في التمويل كاين العديد من الفرص لكن لم نغتنم هذه الفرص العديد من المناطق السياحيه لكن لم لم يتم استثماره ولو حتى لم يتم استغلال الموارد عدنا على بالك نعطيك مثال الان في الجزائر نسير بخريطه خلتها فرنسا في في مساله استثمار المناجم الان الكل الكل يشكي ان اسعار البترول انا نقول لك لو لو نستثمر حقيقة ممتلكاتنا الطبيعية بما حاب, الله الجزائر بمناظرها وبطبيعتها نستطيع أن نستغني عن مداخل البترول لكن هل نحن الآن الإرادة نعم هل نحن المدرأ. الآن قادرين الرؤية الرؤية هل نملك است... الآن كما نقول لك الأخ الأخ عندما نقول أنا لما أتحدث عن الاقتصاد الجزائري في في المحاضرات يشيب راسي نبحث على السبب وراه عليه المشكل وراه المشكل على حاجه ما حبش تمشي على ما حبش ح... بارك الله فيك الان تقول انت الان قطاع الاتصال والتكنولوجيا معطل عندنا مشاكل كثيره تروح القطاع السياحه معطل وعنده مشاكل كبيره العديد من القطاعات بدات بعض البوادر لكن ينبغي ان اولا اولا ينبغي ان تكون ان يكون ان يبنى الاقتصاد على معطيات ملموسه اولا ينبغي ان نقيم شراكه حقيقيه شراكه حقيقيه بين القطاع بين الدوله والقطاع الخاص اثنين حان الوقت ليس لان تنسحب الدوله من النشاط الاقتصادي لا لا تبقى تراقب تخلي الفرص الان لما تشوف انت يا لما مشى وزير الاول الى الى العربيه السعوديه مشى معه رجال العمل وكاين هناك تبل لا يمكن ان ننكر ان هناك اتفاقيات العديد من الاتفاقيات بين رجال الاعمال الجزائريين وبين السعوديين وبين البريطانيين وبين نحن ننتظر من هذه الاتفاقيات ان تجسد في ارض الواقع العديد من الاتفاقيات ما نقدرش ننكر باللي كاين هناك مجهودات لكن كاين حاجه خاصه لم ينبغي ان تتضافر الجهود ينبغي ان تحدد المسؤوليه الان اليوم نناقشوا في في موضوع من المواضيع في مساله العقار الصناعي وتطوير المؤسسات الصغيره والمتوسطه كاين هناك تداخل في المسؤوليات مش كل مد تلقى هل الوالي هل وزاره الصناعه هل وزاره الفلاحه كلمة ضبابيه لا. كبيره ضبابيه كبيره الأمور غير شفافه غير شفافة ينبغي أن يُعاد النظر في وهذه حقيقة. أحد المعوقات بطبيعة الحال بطبيعة الحال هو الاقتصاد نعم. الجزائري الأستاذ طاهر السكين هذا التقارب الاقتصادي بين الجزائر ودول الخليج كما تعلم وكما يعلم البعض يزعج بعض الجهات هنا في الداخل عندنا قال لك اتفق العرب ألا يتفقوا هذه الجهات يقول لك تفضل دوما أن يبقى رأس الجزائر متجها نحو فرنسا نحو ألمانيا نحو إنجلترا الحضارة عند هؤلاء موجودة في أوروبا التكنولوجيا والتطور موجود في أوروبا والعرب يعني دائما تعمل مشاكل حسبهم ودائما ما يتطوروش اقتصاديا هل هذا الكلام صحيح؟ وماذا استفادت ثم ماذا استفادت الجزائر من هذا يعني من منذ الاستقلال ونحن نشوفه في اوروبا ماذا استفدنا؟ نعم يعني سؤال وجيه جدا انا نعلق على يعني كلام دكتور فيما يخص الامارات العربيه ويعني هذا داخل في الجواب جواب نعم. سؤالك الامارات العربيه قبل ما تكون عندها يعني خدمات راقيه ومن الدول المتقدمه الان كان هناك 150 الف اطار بريطاني يشتغلون في انا كانت لي زيارات في مؤسسات بري... اماراتيه تشتغل الاماراتيه كانت هناك عندهم نيه في انا في, في مجال الاعمال يعني أنشط في مجال الاعمال كانت لي مع شركات اماراتيه ولكن بمسؤولين واطارات بريطانيه كان هناك 150 الف اطار بريطاني يشتغلون في, الامارات العربيه كل تقريبا شركات شركات موجوده هناك ولكن تدار ب يعني لهذا اللي نقول بلي الان احنا, احنا اذا التقارب العربي ولا بالعكس احنا هذه ربي الله تبارك وتعالى قال هذه امتكم واحدة امه واحده بالعكس احنا ما يوحدون كما كنت قبيل اكثر مما يفرقون بالعكس اكثر مما يفرقون ومن يقول بلي ان هناك الحضاره جاءت من الغرب غلط تاريخ ما يقراش التاريخ هذا لم مي... لم يستحضر تاريخ ولم يقرا التاريخ ولا ما نتكلموش حنا ما اليوم حنا حنا ما نبكوش على الاطلال اعطينا واقع اليوم حتى نكونوا موضوعيين لا لا نعم. الاستاذ مانيش نبكي على الاطلال راني يعني نقول لك حنا الحضاره جات أطراف دي سيكل جات من خلال قرون باش لحقت الحضاره الى اليوم شارك فيها الجميع نعم كل كل متعارف عليه حتى, حتى قبل الميلاد حتى قبل ميلاد عيسى عليه السلام من عهد الاغريق يعني نعم. حتى من عهد الناس طورت طورت فطورت الحضاره نعم احنا كنا دول كانت مستعمره تقريبا كل دول العربيه والاسلاميه كانت مستعمره من طرف هؤلاء اليوم كل ما تكون هناك تقارب تبدا مزامير داخليه نعم. ومزامير خارجيه من اجل إعادة نعم تفكيك هذا التقارب نعم. هذا التقارب نعم. نعم نعم نقول للدولة الجزائرية <applause> نحن دايما نقول للمحسني كما كان يقول شيخنا شيخ محفوظ على رحمه الله <applause> نحن نقول للمحسني احسنت اسات احنا نحبذ هذا التقارب ونسهل لانه يعني كانت هناك استثمارات من قبل انا نعطيك ع... مثال مش ع... يعني تكلم لي اقتصاديا, أستاذ اقتصادياً. <applause> كانت هناك استثمارات انا نعطيك مثلاً اول اول مركز تجاري كبير في وسط العاصمه باموال خليجيه للقدس في شراكة بناتو برؤوس أموال كانت هناك استثمارات حوالي خمسة مليار دولار استثمارات اللي كانت مطروحة للاستثمار من طرف الإعمار الإماراتية ومضات نعم. يعني والأخر. في ولكن في مجالات, عمراني مجالات عمرانيه نعم. وعقارية والاخر دنيا نعم. باركو يعني, نعم. يعني دنيا نعم. باركو كان نعم. مشاريع فيها في عنابة وحتى سيدار بدأت سيدار نعرف بعض الأشخاص منهم رجال الأعمال اللي بدأوا بادروا في, في نشاطاتهم الاقتصادية في الجزيرة من خلال البناء والترقية العقارية والمراكز التجارية الحقت بداو بمئات الاف دولارات في الجزائر باش الجزائر يعني تقدر تنجح اكثر وتقدر تكون عندك فوائد كبيره بداو بمئات الالاف من الدولارات وصلوا الى حجم الاستثمارات اللي طرحوها 7 مليار دولار بليك بلي كتب لي الجزائر ارض واعده اللي قادر تنجح قطر فيها ما قطر ما فعلته قطر, قطر هنا في الجزائر قطر الان واش قاعدين نقول باللي احنا الان انا نشاطر دكتور في كثير من النقاط اللي طرحها احنا اليوم اين هي الاوعيه العقاريه الفلاحيه الصناعيه السياحيه احنا نتكلموا دائما عندنا سياحه وعندنا صناعه وعندنا ونقدروا كذا ولكن انا انا كمستثمر انا نطرحها هنا امام على المباشر اين هي الاوعيه العقاريه وين يعني يعني, يعني حتى من أكبر, أكبر, رجال الاعمال في الجزائر عندهم مشكلة تاع العقار اللي راه يستثمر لي ثروته فاقت ملايير دولارات يعني اللي راه في ملايير دولارات يشتكي من العقار صناعي لازم احنا نخرجوا من هالدائرة الان لازم نخرجوا من الرجل الواحد والحزب الواحد والمؤسسة ارباب العمل الواحده والنقابه الواحده والشركه الواحده كذلك حتى بعض الشركات روح بعض الشركات تلقى موجودة في كل مكان روح خذ طريق السريع وخذ طريق الاجتنابي وخذ طريق أي أي طريق ومشي سيب تقريبا هناك شركة موجودة في كل مكان عندها أوعية أي عقاري أينما تريد وهناك شركات كثيرة مغبونة لازم يرفع هذا محابة هذه لازم ترفع التفرقة ما بين المستثمرين لازم ترفع احنا براغماتيين أنا ما نبنيش مثل المستثمرين وبعدين أنا أنا طيب الدكتور العربي غويني هذا التقارب هذا يعني النشاط او هذا هذه الحميميه الموجوده بين الجزائر وبين دول الخليج العربي، هل نتكلم واقعا نتكلم يعني ممارسات نتكلم اقتصاد واقعي حقيقي، هل يمكن ان توصلنا الى مرحله نودع فيها استثمارات مشاريع المايونيز؟ واستثمارات مشاريع سامبول اللي مازال ما, ما شفناهاش منذ قرابه عامين وانت تعرف ماذا اقصد وان يعني نذهب الى مرحله اخرى مرحله استثمار فعال استثمار واقعي في الجزائر على خلفيه مهمه جدا ان عندنا صحراءنا الكبيره الشاسعه صحراءنا كبيرة الشاسعة يعني التي تسخر بعديد الثروات وفي شتى المجالات في السياحة في الفلاحة ممكن حتى في قطع الخدمات تكون يعني وجهة تكون تكون يعني قبلة لهذه الاستثمارات الخارجية الله يشوف الآن هناك إشكال مازال قائم لابد أن يعاد النظر في الكثير من من القضايا، ولابد أن تبنى منظومة حكم مبنية على الديمقراطية، مبنية على التفتح على على الغير. أقصد من كلامي هذا الآن، نحن الآن لابد أن نحدد معالم النظام الاقتصادي في الجزائر، لابد أن يحدد معالم النظام الاقتصادي في الجزائر. هل هو مبني أو هل هو نظام اقتصادي ليبرالي وبالتالي لابد ان نطبق قواعد الليبراليه ام هل هو نظام اقتصادي اجتماعي وهنا يطرح اكثر من من علامه استفهام ام هو نظام اشتراكي ما زلنا في السابق ولا ريعي ولا ريعي يجيب ريعي. البترول بيع البترول وكل الان إذا رانا ذاهبين كما ذهبت الامارات العربيه المتحده ليس بهذه المنظومه القانونيه او منظومه الحكم او المنظومه التي تحدد القوانين المتعلقه بالنظام الجبائي وغيره. اذا لابد ان يعد النظر في الكثير من القضايا التي تتعلق بالمنظومه المصرفيه، المنظومه الجبائيه، المنظومه الجمركيه، هنا يجي المساله الثانيه اللي تجي لابد ان تعطى الدوله دورها الحقيقي اللي هو المتابعه والمراقبه الدوله تخلي القطاع الخاص يخدم الدوله تخلي القطاع يخدم القطاع الخاص لكن هذا القطاع الخاص باختلاف جنسيته لابد ان لا يقع على الحكم تبقى الدوله هي الراعي هي اللي تراقب هي اللي تابع لان على بالك اذا اختلت الموازين القوه بين القطاع الخاص والدوله راه تعود مساله اكثر من رانا عايشينها نعم اذا ينبغي ان تحدد أمر أكثر من بطبيعه نعم. الحال ينبغي ان يحدد الدور الدور الحقيقي للقطاع الخاص والدور الحقيقي للدولة ثم يعاد النظر في في الكثير مثلا تكلم الأستاذ الفاضل على قانون الاستثمار تاع 51 49 ينبغي أن تعطى تحفيزات جبائية وشبه جبائية للقطاع الخاص والدولة تلاقبه وترافقه إذا كان أعطيك مثال بسيط تكلم الأستاذ الكريم على العقارس مثال سوف أذكر لك في بعض المواقع الناس دات العقار الصناعي ما خدموا ما خل الناس تخدم داو أوعية عقارية وممكن باعوا من بعد وكاين الناس اللي تحصلت على قروض وما كانش تحصل على امتيازات بطرف على نتاع الوكاله الاي ان دي وتتحصل على تحفيزات جبائيه وشبه جبائيه جاب مثلا السلعه من من تحصل على سلع من داخله في, الانتاج اللي معفاه من التيفيا ولكن في ارض الواقع ما كانش المشروع نعم. وبالتالي معناها هنا تحسب اللي ينبغي على الدوله ان تلعب دورها في المقف في قضيه المراقبه والمتابعه. اثنين النقطه الثانيه اللي هذا هذا احنا عندنا اشكال كبير في, في المنظومه تاع التا... ما عندناش مساله التقييم. انت كش ما شفت الان نقيم احنا نديروا نديروا مثلا آه قال وزير السابق, وزير السابق قال دار القرض السندي ورا و... هل قيمنا العمليه هذه؟ هل المشاريع قيمناها؟ هل قيمنا السياسه السياسه العامه للحكومه تم تقييمها؟ عمرنا ما عدناش ثقافة التقييم وثقافة التشخيص التقييم والتقويم والتقويم ما كانش ما عدناش حنايا اثنين هل نملكوا هيئه تاع تخطيط واستشراف ما عدناش اذا على بالك الامم الامم تبنى على تبنى على التخطيط تبنى على الاستشراف ما عدناش حنا الان يقول لك اي ندير قرار اعطيك مثال بسيط في قوانين الماليه قال يدير قرار هذا قانون هذا ديرو دكتور العربي غويني وقت البرنامج يعني يشرف على النهايه قبل ان ننهي البرنامج الاستاذ طاهر سكين اطلب منك تعقيبا يعني اخير في دقيقه على هذا التقارب على هذا افاق التعاون بين الجزائر ودول الخليج العربي في دقيقه احنا نتمنى هذا التقارب يكون حقيقي ويمشي الى الامام وما يبقاش تبادلات تجاريه لازم احنا نتمناه أن يكون هناك استثمارات على أرض الواقع ونتمنى كذلك كيما إحنا كاين هناك رجال اعمال خليجيين يريدون الاستثمار في الجزائر نتمنى يكون هناك رجال اعمال جزائريين كذلك يبادرون لانه احنا لازم نتعلموا نخرجوا ما نبقاوش من منطقه إلى, من الى اننا نخرج كذلك لنستثمر خارج آه خارج اوطاننا نستثمر في اوطاننا وكذلك نبادر الاستثمار لانه الجزائري بطبعه قادر ياخذ مبادره وقادر كما قلت انا لانه احنا الان كفاءه جزائريه موجوده مال موجود الثروات موجودة كله موجود بقات أنه لازم تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لنا وحنا نزيد نزيد ندعمه هذا التقارب حتى ينجح أكثر وتكون فيه فوائد أكثر لي، آه، للجزائر وكذلك للطرف الخليجي وشكرا شكرا, شكرا أستاذ طهر سكين الدكتور العربي غويني في دقيقة أيضا تعقيب على هذا التقارب وأفاق الشراكة بين الجزائر ودول الخليج والله ان شاء الله نحن نتمنى ان يكون هناك تقارب حقيقي ان يكون هناك تجسيد للمشاريع الاستثماريه الماديه الحقيقيه في ارض الواقع لابد ان تجسد تجسد هذه المشاريع على ارض الواقع نتمنى ان يكون غدنا افضل مستقبلنا افضل لابد ان نوفر نوفر اكثر نحسن مستوى مناخ الاعمال مناخ الاستثمار ونحسن كذلك المؤشرات الاقتصاديه حتى نصبح حتى نصل بعد عامين او ثلاث سنوات الى ان شاء الله يعني وشناه كما نقولوا اللي جابونا لوزينه تاع مايونيز <applause> مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذا العدد من برنامجكم البلاد اليوم أشكر ضيفي الكريمين الدكتور العربي غويني أستاذ العلوم الاقتصادية شكرا جزيلا أستاذ <applause> الشكر موصولا أيضا إلى الأستاذ الطاهر سكين القيادي في جبهة التغيير شكرا جزيلا أستاذ طاهر سكين كما نشكر أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وعلى كرم الإصغاء لقاؤنا بكم يتجدد في أعداد قادمة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والزميل المخرسي دعلي مرزوقي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته